أكبر التحديات التي تواجه القضاء العراقي المتمثلة بالفساد الإداري برأيك؟ لماذا لا يستطيع القضاء أو حتى أنه عاجز نوعا ما عن مكافحة الفساد أو محاربته؟ شوفي حضرتك، قبل أن ندخل في موضوع أنه موضوع مكافحة الفساد والقضاء والدور مهم في هذا الإطار، يجب أن نؤكد مسألة مهمة جدا. اليوم نحتفل في ذكرى تأسيس القضاء العراقي وهذا اليوم الوطني للقضاء العراقي، أنه يجب أن يحافظ على استقلالية هذا القضاء. المؤسسة القضائية يجب أن لا تكون تعيينات رئاساتها، رئاسات الأجهزة المهمة ضمن السلطة القضائية، هي خاضعة لتصويت مجلس النواب كما موجود ومثبت في أحكام الدستور، وهذه إحدى المثالب على التي توجه من خلالها انتقادات للدستور العراقي عندما نص على أنه مجلس النواب هو من يصوت على تعيين أعضاء السلطة القضائية وأعضاء محكمة التمييز ورئيس الدعاء العام. وهذه كارثة عندما نريد أن نطبق في إطار دولة تحترم الدستور، في إطار تطبق الدستور والنظام الديمقراطي، هو خرق لمبدأ الفصل بين السلطات، على اعتبار أنه نحن نجبر القاضي، نجبر لكي يصل إلى منصب معين في إطار السلطة القضائية يجب أن يحصل على رضا وثقة مجلس النواب. أين الفصل بين السلطات؟ أنا أعتقد أنه يجب أن تعدل هذه المادة، المادة 61 من الدستور، يجب أن يستبعد تعيين القضاة ابتداء من خلال مجلس النواب، وأن تكون هو أمر وشأن داخلي داخل السلطة القضائية نفسها بعيدا عن التأثيرات السياسية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تعرف حضرتك يعني موضوع مكافحة الفساد اللي تناولتي حضرتك، القضاء جزء مهم في هذه المنظومة. يعني التحقيق الذي تجريه السلطة القضائية في قضايا الفساد هو من خلال محققين في هيئة النزاهة، لكن القرارات التي تصدر في هذا الإطار هي قرارات قضائية. إذن يجب أن يكون هنالك تعاون في هذا الإطار، نمنح القضاة استقلالية ابتداء ونبعدهم عن الضغط السياسي ونعطيهم صلاحيات أكثر وحماية أكثر، لأننا نتعامل مع منظومات فساد فيها مافيات، فساد الطبقة العليا، الفئة العليا من الدولة، ربما الكثير منها هو مشترك في عمليات الفساد ولديهم منظومات ولديهم أحزاب ولديهم منظومات تحميهم. بالتالي القاضي يجب أن يوفر له استقلال وحماية وسلطات ممكن ودعم ممكن حتى ممكن أن يمارس دوره في عملية مكافحة الفساد، على اعتباره الجزء الأساسي والأهم في مكافحة الفساد هو المنظومة القضائية ابتداء من محاكم التحقيق ووصولا إلى محاكم الجنايات في هذا الإطار.